السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكم أعزائنا المشاهدين أينما كنتم، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة نجلس من خلالها على ضوء القمر مع ضيف عزيز. في هذه الحلقة نتحدث عن تجاربه ومشاهداته الكثيرة في الحياة والمواقع التي شغلها والتي ما زال يشغلها حتى الآن، وعن طبيعة الخلاصة التي استفادها أو خرج بها من هذه المحطات المتفرقة في حياته، بالإضافة إلى أبرز الملامح التي رسخت في ذاكرته ووجدانه من مشاهداته عبر العالم، إذ أن السفر بالنسبة لضيفنا هو الثابت في حياته على عكس ما هو معروف عند كثير من الناس، تقريبا هو طاف أو جال في نصف دول العالم. ولذلك نحن نتحدث عن تجربة زاخرة وغنية مع ضيف محترم يسعدنا أن نرحب به باسمكم جميعا. نرحب بالدكتور عبد السلام صبار زبير. أهلا وسهلا فيك دكتور، حياكم الله. مرحباً. طبعا استكمالا للتعريف، نحن نتحدث عن الدكتور عبد السلام، رئيس اتحاد الجاليات العربية في تركيا، رئيس الجالية العراقية في تركيا، ورئيس الاتحاد العالمي لرجال الأعمال العراقيين. سنتحدث عن هذه الأوصاف وما يأتي حولها. أهلا وسهلا فيك دكتور مرة أخرى، كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير، أهلا بكم وبالمشاهدين الكرام معكم، حياكم الله. دكتور، قبل أن نخوض في الحديث عن الأمور العملية، بودنا أن نتعرف أكثر على ضيفنا من خلال التجوال معك في هذه الرحلة. رحلة الحياة، السيرة والمسيرة، التعليم، التجارب، كل هذه المحطات التي مرت في حياتكم حتى الآن. حياك الله، أهلا وسهلا أستاذ. نبدأ حقيقة من النشأة، وهذا ما أحب أن أتكلم عنه. نشأت ولدت في الريف ونشأت في المدينة في بغداد الحبيبة العزيزة. كانت مراحل الفصل في الحياة في المتوسطة، كنت أداوم في أهم مدرسة في العراق تسمى الغربية المتوسطة في بغداد، وهي غربية يعني مدرسة مشهورة جدا. في تلك أثناء أنا نشأت في عائلة عادية تجارية، لكن ما عندها اهتمامات حقيقة فكرية أو سياسية، إلى أن في بداية السبعينات بدأت ما تسمى ظاهرة الصحوة الإسلامية في العراق وفي عموم العالم الإسلامي. في تلك الأثناء انتشرت أشرطة عبد الحميد كشك، ذلك الداعية المصري العظيم. وصلت إلى أشرطة، بدأت أسمعها، دخلت في قلبي، صار عندي تأثر وميل إلى الدين. قبلها بيتي ليس فيه من الدين شيء، بيت أهلي عموما يعني وبيت عشيرتي حتى. تأثرت، بدأت أركض وراء هذه الأشرطة أينما أجد شريط أخذه أستنسخه أسمعه، حتى ملأ الدين قلبي. تقريبا في المرحلة النهائية في المتوسطة، تسمى ثالث متوسط عندنا في العراق، يسمونها هنا في التاسع، في مدرسة المرحلة التاسعة، صار عندي التزام ديني. وهنا بدأت المفاصلة مع أصدقائي، الشد معه في البيت في المدرسة. طبعا كان هناك الثورة تموز حديثة عهد، وجاءت السلطة بقوة الحزب والتنظيم والكذا، فبدأ شد علينا في المدرسة، يجب أن تنتظم إلى الاتحاد إلى السياسة، وأنا كنت أرفض رفضا قاطعا. رفض أولا مسألة إحنا في البيت ما عندنا أي انتماء سياسي، وثانيا بدأت عندي ملامح الالتزام الديني وأنا في عنفوان المراهقة وشدتها. انهيت المرحلة المتوسطة، ذهبت إلى الثانوية، وكانت هناك أيضا أهم مدرسة في بغداد وفي العراق، هي الإعدادية المركزية التي يعني يأتي إليها النخب وأبناء المسؤولين وأبناء التجار والناس الطبقة الذكية. هنالك أيضا حدثت عندي انتقالة كبيرة، جئنا إلى المدرسة. لما دخلنا في المدرسة كان هنالك مصلى، علمنا أن المصلى أغلق وتحول إلى مختبر، فدخلنا أنا وبعض الشباب على المدير وعلى المعاون، وعملنا معهم ضجة ومعارك، إلى أن سمحوا لنا أن نفتح مصلى صغير في الملحق، ملحق المدرسة. قبلنا به وبدأنا نصلي. هذه حقيقة شكلت عندي ملمح جميل جدا تدل على النسيج العراقي الراقي الجميل. كنا نصلي في المدرسة في هذا المصلى، لا عندنا أي خلاف، لا نعرف من هو الشيعي ومن هو السني ومن هو المتشدد ومن هو البسيط، نصلي جماعة، يأمنا من هو أقرأنا بغض النظر عن مذهبه. وتشكلت عندي علاقات وجدانية جميلة مع بعض الأصحاب
أذكر منهم ولا زال في خاطري جدا أحد الزملاء رحمه الله تعالى، اسمه رائد فيصل فهد. هذا كان جار في السكن وكان زميل في الدراسة، لكن تعرفت عليه حقيقة في الدراسة، لم أكن أعرف أنه جار لي. توطدت معه العلاقة بشكل رائع جدا، خاصة من النواحي الفكرية، فهو نهم القراءة، مثقف، راقي الأدب، وكنت أتشارك معه الأفكار الإسلامية والأدبية والعلمية في تلك المرحلة. إلى أن وصلنا إلى نهاية الدراسة الثانوية. أنا طبعا في المرحلة الأخيرة شد علي اتحاد الطلبة والحزب أنه يجب أن أنتمي، المدرسة مغلقة فقط للبعثيين. أنا قلت لا، هذا مستحيل، ما أنتمي، أنا جئت هنا لأدرس، ما عندي عداوة معكم، ما عندي خط فكري آخر، ولكنني جئت لأدرس، جئت لأجتهد، جئت حتى أكون أمام أهل بيتي وأمام الوطن مستوى علمي مرموق. نعم. هذا كان حقيقة اعتذاري لهم، لكن كانوا يشدون علي، يطرقون على رأسي طرق وأنا أرفض، إلى أن ما صدقت انتهت المرحلة. لذلك قررت أن أسافر، لن أبقى في بلد تجبرني على أن أنتظم فكريا أو حزبيا أو تنظيميا في أمر لا أرضاه ولا يعجبني. أنا أحب الاستقلالية، أحب الحرية، فلا أحب أن أرتبط بحزب أو تنظيم معين، فقررت أن أهاجر. صاحبي هذا رائد فيصل فهد قرر أن يبقى، قال لا، يجب أن نبقى في البلد، ويجب أن نخدم هذه البلد، ويجب أن نشيع الإسلام والدين في المجتمع. فافترقنا، أنا سافرت وهو بقي في البلد. بعد سنة رجعت، وكان هو قبل في كلية الطب في الجامعة المستنصرية، وكان رجل يعني متلهف في الإسلام، ويعني يكلمني بفرح أنه فتحنا جامع في الكلية ونصلي فيه وعملت ستائر للكذا إلى آخره. لكن غادرت أنا العراق بعد الإجازة. نعم. هذه القصيرة. دكتور، اختيارك لهذه البداية لأنها يبدو أنها أثرت جدا في حياتك، شكلت ملامح أساسية في شخصيتك. نعم. وبالتالي ما زالت هذه الملامح تشكل هذه الشخصية الإسلامية المحافظة التي تشربت هذه المبادئ بشكل مبكر. بلا شك. لخص لي لو سمحت دكتور مرحلة الجامعة وما بعد الجامعة، وكيف اخترت هذا المسارات العملية في حياتك. نعم. العلمية والعملية. تمام. نحن نعرف دائما أنه اختيار تخصص يعني اختيار المسلك. نعم. والعمل في المستقبل، في مستقبل الإنسان. هل حصل معك هذا الشيء أم أنك درست شيئا وعملت في مجال آخر؟ هذه سأتي عليها لاحقا، لكن اختيار الدراسة شيء جميل، سؤال نعم. رائع جدا. نعم. أنا قررت أمرين، أولا اختيار البلد، والناس تسألني كثيرا، أنا اخترت بلد ما كان يخطر على بال أحد. الناس لما كانت تدرس تخرج إلى بريطانيا، إلى فرنسا، إلى أمريكا، لكنني اخترت أن أذهب إلى باكستان. وهذه لها قصة. باكستان لأنها كانت شعوريا تدخل في قلبي، أنا الآن في عنفواني شبابي وأسمع عن الإسلام وأحب الإسلام كثيرا، وأسمع عن الإسلام في باكستان. باكستان دولة إسلامية أنشئت بسبب الإسلام، انفصلت عن الهند الكبرى اللي استقلاليتها عن الإسلام على يد القائد محمد علي جناح. فلذلك أنا اخترتها من الباب هذا، أريد أن أذهب إلى بلد أشعر فيها في الإسلام. ثم هي بلد أيضا الدراسة فيها بالإنجليزية، ولذلك لن أخسر سنين، أريد أن أنهي الدراسة بسرعة وأرجع للعراق. فأقصر بلد أن ممكن أنهي الدراسة بدون أن أخسر سنة لغة، في بريطانيا أحتاج أن أعمل سنة لغة، في فرنسا كذلك، في أمريكا، أما في باكستان الدراسة بالإنجليزية ولا يلزمك بسنة لغة. نعم. فاخترت الباكستان. واخترت كذلك دراسة الجيولوجيا وتحديدا هندسة النفط، لأن العراق بلد نفطي يعني غني، فكنت أريد أن أرجع للعراق لأعمل في مجال النفط، مجال ثري وغني، وفيه حتى المعاشات مرتبات تكون جميلة جدا طيبة. فهذا كان اختيار مجال الدراسة. المهم دخلت في باكستان، مرحلة جديدة، استغربت، أول مرة في حياتي أسافر إلى بلد أعجمية لا أعرف لغتها، لا أعرف ناسها. لكنني لما وصلت ذهبت إلى مدينة مشهورة في باكستان اسمها لاهور، هي في إقليم البنجاب. نعم. في ثاني يوم أو ثالث يوم من وصولي أمشي في أحد الشوارع، لاقاني رجل كبير عمر، عرف من ملامحي أنا يعني غريب، سألني من أين أنت؟ أنا لا أتكلم إنجليزية فقط بسيطة، وهو لا يتكلم إنجليزي، لكن فهم مني أنني من بغداد. لما عرف من بغداد تعجبت، انفجرت عيونه بالدمع، احتضنني ويريد أن يقبل يدي. أنا استغربت، إيش اللي صاير؟ قال أرجوك اقبل دعوتي غدا، أنا داعيك في بيتي.
ذهبت وإذا به عامل دعوة كبيرة جدا، كل أهل الحي داعيهم، ضخمة على شرف الذي أتى من بغداد. لماذا؟ قال هذا ابن الصحابة، هذا من بغداد شريف، من بغداد التي تحتضن مراقد الإمام عبد القادر الجيلاني والإمام أبو حنيفة. والله استغربت جدا، كانت لفتة غريبة، أنا عايش في بغداد ما كنت أعرف هذه الأمور، ما كنت أعرف قيمة بغداد، قيمة الصحابة في حياتنا، قيمة هؤلاء الأعلام أبو حنيفة وعبد القادر الجيلاني ما كنا نعرفها. هؤلاء الأعاجم يقدروننا ويحترموننا لأننا من هذه البلاد. فكانت هذه حقيقة يعني هزة قوية في وجداني وفي بدني. دخلت في سلك التعليم، بدأت أدرس وأجتهد في دراستي حقيقة، وصارت عندي صحبة كبيرة من كثير من البلدان العربية، أخوان يدرسون من فلسطين ومن الأردن ومن بعض دول الخليج ومن دول مصر وغيرها. كون هناك مجموعة عربية نتحاور ونتناقش ونتداول الأخبار التي تعرف أنت في تلك أثناء في يعني نهاية السبعينات ما كان لا محطات فضائية ولا موبايلات، حتى نحن نحصل أهلنا نخابرهم إذا حصلنا خط بالسنة مرة فنحن يعني ناجحين جدا. المهم انتهيت من دراسة هذا التخصص؟ نعم نعم، هندسة انتهيت من هندسة البترول، ولكن الحرب لن تنتهي، وإذا رجعت إلى العراق سأضطر أن أشارك في الجيش وفي المعركة، وأنا هذا أرغب حقيقة أمانة يعني. فاضطررت اضطرارا لا ليس اختيارا أن أدرس الماجستير في باكستان. في الباكستان كذلك كملت دراسة الماجستير وأنهيتها، ولا زالت الحرب مستمرة ظاهرة. كنت قد شاهدت في باكستان من المحطات المهمة أنه في الجامعات، في النقابات، في التجمعات الثقافية عموما، كانت لما تحدث انتخابات كان دائما تفوز الجماعة الإسلامية، الجماعة أو الحزب المسيطر على الساحة الباكستانية الثقافية. نعم. لكن لما تحدث انتخابات عامة كانت الجماعة الإسلامية تأتي في الذيل. ففطنت، وبعد ذلك أصبحت عندي حقيقة أن الجماعات الإسلامية على امتداد العالم الإسلامي تكون نشطة جدا في النخب وضعيفة جدا في الشعب، وإلى يومنا هذا أنا أرى أنها عندها هذا الخلل موجود. في النخب تجد الجماعات الإسلامية والأحزاب الإسلامية نشطة جدا وتأخذ المراكز المتقدمة. انتهيت من الماجستير، سجلت على الدكتوراه كذلك لأن الحرب لازالت مستعرة، وأثناء تسجيل على الدكتوراه دخلت في المجال العملي. أنا ذهبت دراسة على نفقتي الخاصة، لم أخذ شيئا من الدولة، الأهل هم الذين يعاونونني، لكن طالت فترة الدراسة وصعوبة التكاليف فقررت أن أدخل في مجال التجارة. بدأت أتاجر مع دول الخليج، أبعث بعض الفواكه من هناك أعلبها تعليب جيد وأبعثها، ثم افتتحت مطحنة للدقيق، مطحنة صغيرة شغلت فيها بعض الأصحاب من العرب الموجودين معي في باكستان، إلى أن يعني حقيقة وصلت إلى مرحلة دقت عندي ساعة الصفر. قررت طبعا في أثناء هذه الرحلة الموجودة في باكستان في الدراسة، لأنه متعلق بموضوع السفر، نعم، كانت تأتينا إجازات كثيرة وما أكثرها في باكستان. إجازة دراسية 3 أشهر ومنتصف السنة ما كنت أقدر أرجع إلى العراق، فكنت أستغلها للتجوال في حول العالم. فذهبت إلى الهند بقيت 3 أشهر، ذهبت إلى ماليزيا، إلى سنغافورة، إلى تايلاند، إلى الفلبين، إلى هونغ كونغ، كله في الفلبين. محطة مهمة، كان عندك مركز دعوة في الفلبين، هذه بعدها سأتي إليها فيما بعد. نعم سنأتي فيما بعد. لكن أنا هو في الإجازات أنا أستغل العطل والإجازات أبحث ما حول باكستان، أزور هذه البلاد وأعيش فيها. حتى في الهند ذهبت إلى المعابد، إلى مدينة التي هي مركز الديانة البوذية، المركز الديانة ليست البوذية، عندهم هم البوذية وعندهم الهندوسية وعندهم الديانة الأخرى والله خرجت من بالي. نعم. عندهم المعبد الذهبي مشهور جدا، ذهبت أيضا زرته. نعم. وكل هذا أثناء دراستي في الباكستان. أنهيت البكالوريوس وسجلت الماجستير وبعدين الدكتوراه، لكن قررت عندها أن أخرج من باكستان. كان المشرف على دراسة الدكتوراه رجل من علماء باكستان في الجيولوجيا، دكتور خليل ملك، كان متمسك بي جدا، حتى رجل بنفسه ذهب إلى القسم وهو دفع الاشتراك الأجور الدكتوراه، قال لي يجب أن تبقى تدرس، أنت طالب مجتهد يجب أن تبقى معي تدرس هنا الدكتوراه. لكنني والله
يعني سئمت طول المكوث في باكستان أكثر من 8 سنوات متواصلة. فقررت أن أختار بلدا أخرى للدراسة. كان أمامي اختيارات، كان جاءني قبول من أمريكا ومن فرنسا وكذلك من الفلبين. خلال جولتي الأخيرة في جنوب شرق آسيا أعجبت بالفلبين جدا، لأنهم يتكلمون اللغة الإنجليزية بطلاقة ولحقيقة نظافتهم ودماثة أخلاقهم، فاخترت أن أذهب إلى الفلبين. فكانت هذه رحلة جديدة طويلة، وتعرف أنت الفلبين تقع في جنوب شرق آسيا، يعني أول بلاد تشرق عليها الشمس هي الفلبين، بعيدة جدا عن أجوائنا وأحوال، حتى الفواكه التي عندهم من الطرائف استوائية ليس لها علاقة بنا، ليس عندهم العنب ولا المشمش ولا الخوخ، كل هذا ما عندهم، عندهم فواكه أخرى مختلفة عنها. عالم مختلف، عالم موازي. نعم، وتعرف في تلك الأثناء أنا قلت لا توجد فضائيات ولا تليفونات موبايل ولا أبدا، فغربة شديدة وعالم جديد. غربة في غربة. دكتور، هناك رغم هذه الظروف أنت مكث هناك يعني زمنا طويلا، يعني 10 سنوات في الفلبين 10 سنوات. نعم، وأنشأت مركزا للدعوة إلى الله. نعم، عز وجل. نعم، وهذه محطة مهمة. أنت ذلك الشاب الفتى الصغير الذي كنت تستمع في بغداد إلى أشرطة الشيخ عبد الحميد كشك. نعم، وربما شيوخ آخرين. نعم، كانوا في ذلك الوقت يعني. نعم، مشهورين. لا أنسى الشيخ محمود غريب. محمود غريب هذا. نعم، كان أحد الدعاة الكبار الذي أتوا في بغداد، و صار إماماً وخطيباً في جامع البنية، وكان له تأثير كبير على حياتي. كذا كنت أذهب أصلي رغم بعد مسجده عن سكننا، لكن لشهرته كنت أذهب أصلي عنده يوم الجمعة وأحضر درس الاثنين رحمه الله تعالى. نعم، الله يرحمه. نعم. إذن أنت ما بين ذلك الفتى إلى هذا الداعي الآن في مركز دعوي متخصص في الفلبين يستهدف المسيحيين في الفلبين. نعم، ودعوة متواصلة ل10 سنوات، هذه مدة. نعم، ليست قصيرة بالمناسبة. هل تحدثنا كيف كانت هذه التجربة بالنسبة لك؟ أكيد من خلال دراستي في الجامعات الفلبينية لإكمال دراساتي في سواء الجيولوجي، وبعدين أخذت انتقلت إلى إدارة المشاريع في الإدارة في الدكتوراه كذلك. خلال الجامعة صار عندي صحبة فلبينيين، فتعجبت أنهم أناس. نعم، الفلبين تعتبر الدولة الكاثوليكية الوحيدة في جنوب شرق آسيا، دولة متكونة من 7000 جزيرة تتكلم إنجليزية بطلاقة، لكنها كانت بالنسبة لي مجهولة جدا. بعد البحث والتقصي علمت أن الفلبين بالأصل كانت دولة إسلامية، كان اسمها جزر عذراء ماليزيا. العاصمة مانيلا المشهورة عندنا مانيلا أصلها كانت اسمها أمان الله. آخر حاكم كان يحكم هذه أمان الله كان اسمه السلطان رجاء سليمان، رجل مسلم. فحقيقة انزعجت جدا، كيف هذا الحدث؟ فبعدما درست التاريخ وجدت أنه الحملات الصليبية الإسبانية والبرتغالية بعد أن أسقطت الدولة الإسلامية في الأندلس بدأت تتوسع، فكانت محطتها الثانية هي الفلبين. دخلت إلى الفلبين على رأس حملات صليبية يقودها ماجلان، المعروف عندنا في كتب التاريخ أنه جغرافي. نعم، لكن الحقيقة لا، هو كان راهب مسيحي كان يذهب مع الحملات لنشر المسيحية في العالم والصليبية. فلما جاء إلى الفلبين قاومه الأهالي، رفضوا دعوته فحاربهم وأراد أن يحرق قراهم، فحاربوه وقتل على يد بطل من أبطال الفلبين المسلمين اسمه لابو لابو. هذه محطة مهمة جدا. نعم، فلما علمت ذلك قلت يجب أن نقوم، نحن الشباب المسلم العرب الموجودين في الفلبين يجب أن نقوم بدورنا. أجدادنا 5 تجار من حضرموت جاءوا بالإسلام إلى ماليزيا وأندونيسيا والفلبين والصين، 5 من مئات السنين. فما دورنا الآن؟ جئنا نحن بالطائرات، لم نأتي على الجمال والبغال والحمير، فيجب أن نؤدي دورنا. لذلك قمتم بإنشاء هذا المركز. قمنا بإنشاء المركز العالمي للعلاقات والمعلومات، International Relation and Information Center، IRIC أو معلم. وكما ترى من اسمه ليس له علاقة أو لافتة إسلامية، لأن المسيحيين بسبب غسيل الدماغ أخذوا موقف من الإسلام. نعم، يعتبرون المسلمين إرهابيين، قتلة، قدرين. حقيقة حملات صليبية رهيبة. المسلمين الذين بقوا في الفلبين وهم تقريباً 15% من سكان الفلبين انكفأوا إلى الغابات حفاظاً على دينهم، وصاروا يقاتلون ويدافعون عن دينهم من الغابات. ففعلاً صارت ثقافتهم قليلة، اعتناءهم بالنظافة قليل، بسبب
الحرب الشعواء التي مورست عليهم. فنحن عملنا مركز جميل رائق راقي هكذا أعلى درجات التكنولوجيا في ذلك الوقت والديكورات والورود، وسميناه المركز العالمي للعلاقات والمعلومات. من خلال صداقاتي في الجامعات بدأت أدعو طلاب الجامعات ليزوروا المركز بلافتات جديدة، محاضرة عن إدمان المخدرات، فيحضر عدد هائل من الطلاب في قاعة فخمة نؤجر أحد الهوتيلات، ويحضر وكيل وزير الداخلية مثلا وخبراء من الفلبين من وزارة الداخلية بالمخدرات، ويبدأون يشرحون عن المخدرات وأضرارها على المجتمع وكذا وكذا وطرق علاجها. ثم نأتي بأحد المتحدثين، وكان أحد الأحباب هو فلبيني أصله قس وأسلم، اسمه عيسى بيغاو. نأتي بعيسى نقول والآن عندنا حل آخر لمكافحة المخدرات. يصعد عيسى على المنصة ويتكلم عن المخدرات وعلاجها بالطريقة الإسلامية. فيتعجب الحضور، أوه إسلام، هذا إسلام، إسلام يعني يحارب المخدرات. لأول مرة يسمعون، ولما يخرجون نعطيهم كتيبات صغيرة بتعريف عن الإسلام. فيأتي من هؤلاء مثلا 1000 الذين حضروا، ربما يأتي 100 أو 200 يراجعوننا في المركز بصورة مستمرة، ويطلبون الانضمام إلى دورات في اللغة العربية في الدين. فمن هؤلاء 200 ممكن يسلمون 40-50 واحد. فأصبح المركز مشهور جدا على مستوى الفلبين، معدل لا يقل عن شخص أو شخصين يسلمون يوميا عندنا في المركز، والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. استمرت هذه الدعوة، وبعض الذين أسلموا أصبحوا من الدعاة عندنا في المركز، مشهورين جدا ولا زالوا قائمين. هل لا يزال المركز قائما؟ المركز لا، بعد أن غادرت أنا حقيقة للأسف الشديد، يعني أؤتمن عليه بعض الأخوة، لكن ما استطاعوا أن يستمروا للأمانة بسبب تشدد الكنيسة. الكنيسة كانت من الكنائس المسالمة والطيبة، لكن لما رأوا الدعوة انتشرت وقوة، كان هنالك كاردينال الكنيسة الفلبيني اسمه كاردينال سن، خرج بالتلفزيون ورفع الكتيبات التي كنت أكتبها أنا باللغة الإنجليزية، وقال هذا المركز، هذا آيرك، هذا يحاربنا. فبدأ التجديد علينا، فما يعني اضطرنا إلى غلق المركز. نعم. أريد أن أنتهي من هذا المحور لأنه انتصف الوقت تقريبا في الحلقة، بسؤال عن هذه التجربة الطويلة من التنقل في تلك الدول. أنت ذهبت أيضا إلى أوروبا، نعم. لم يكن فقط إلى جنوب شرق آسيا أو إلى باكستان، نعم. إنما أيضا إلى أوروبا، ولديك رحلة طويلة في أوروبا ورحلة أيضا استأنفت فيها في باقي دول العالم. ما أبرز الأشياء التي رسخت في ذاكرتك دكتور وفي وجدانك من هذه الرحلة الطويلة، قبل أن ننتقل إلى الأمور العملية المتعلقة برئاستكم للاتحادات التي تحدثنا عنها؟ بالتأكيد كانت التجربة الفلبينية تجربة رائعة جدا. الناس متلهفين لمعرفة الدين، لما يسمعون بالإسلام يتعجبون. حتى من الطائف المعروفة في الفلبين، المسيحي الذي تحول إلى الإسلام لا نسميه مسلم جديد، كنا نسميه بليغ إسلام باللغة التقالق اللي هي اللغة الفلبينية. بليغ إسلام يعني العائد إلى الإسلام. أفهمنا الفلبينيين أنه يا جماعة أنتم تاريخكم تاريخ إسلامي، أنتم الإسلام عندكم بدأ، فأنتم الآن لما تسلمون حقيقة أنتم ترجعون إلى أصلكم إلى دينكم. فكانت هذه حقيقة تجربة رائعة جدا، بقيت مترخصة في بالي. وإلى اليوم أنا أنصح دائما إخواننا في الخليج الذين يستقدمون العمالة الفلبيني، أقول استغلوا هذه الفرصة، هم يأتون إلى بيوتكم، عاملوهم بالحسنى وخبروهم أنكم يا فلبينيين أنتم أصلكم مسلمين، أنتم سلطانكم كان اسمه سلطان رجا سليمان. والله لما يسمعون هذه المعاني يذهلون ويحبون الدين ويحبون أن ينتقلوا إلى الإسلام. هذه محطات مهمة جدا كانت في حياتي. طبعا بعد الفلبين انتقلت إلى العيش والعمل في الإمارات، وبقيت فيها رضحة من الزمن، وكان لي هناك أيضا تجربة جميلة مع الفلبينيين. نعم. وعموم الغير مسلمين. هل عملت في مجال تخصصك دكتور في موضوع البزنس البترول؟ نعم. لا، لأن كان هذا مفروض أرجع إلى العراق وأعمل فيه. العراق ما رجعت إليه، لكن استغليت تخصصي الثاني في إدارة المشاريع، فاشتغلت في التجارة في الفلبين حقيقة. فتحت عدة شركات، وفتحت مصنع للأثاث، وشركة للتصدير، وشركة للعمالة. والله هذا يستحق سؤال مهم. يعني نعم. اليوم الشباب، نعم. تعرف خرجت بعض المفاهيم الجديدة، وهي مفاهيم إيجابية أعتبرها، نعم. إنه الوظيفة تبقى مقيدة للإنسان، نعم. محدود الطموح، محدود المعاش، فالشباب بدأت عندهم أفكار، وأنها عبودية بين قوسين، صحيح. لرب العمل، فأصبحت عندهم أفكار كيف أنشئ مشروع الخاص. ولعلكم طبعا تتابعون هذه المسائل، نعم. في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي اليوم كثيرون من يتحدثون في هذا المجال، ومن حديثكم
لاحظت أنكم بدأتم هذه المشاريع الخاصة فيكم أولا في باكستان ثم في الفلبين. نعم. بشكل شخصي ربما. صحيح. بدون تجارب سابقة يعني. أبدا. نعم. فيعني لم يكن مثلا أحد يساعدك في هذا الأمر أو توارث ربما ملامح التاجر موجود عندك. نعم. لكن كتجارب عملية أنت بدأتها وحدك. صحيح. هل تلخص لنا هذه المسألة دكتور لو سمحت؟ بالتأكيد أنا بلا شك طبعا أنا من عائلة ليس فيها موظفين. نحن كنا عائلة تجار. نعم. الأب والأخوة وكلهم، ولكن بالتأكيد تجربتي بدأت سواء في باكستان أو في الفلبين تجربة شخصية كليا، ابتدأت وانتهت ولا زالت في الشغف. أنا أقول دائما للشباب، نعم مثل ما تفضلت حضرتك، الوظيفة إن لم تكن مضطرا إليها فستكون عبودية. انطلق في هذا العالم الواسع، عالم الذي جعله الله سبحانه وتعالى بابا للرزق، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فاذهب وراء شغفك، وراء ما تحب، ابحث في ما تحب من هوايات. لو كنت رساما اشتغل في هوايتك في الرسم وستنتج، لو كنت شاعرا اكتب في الشعر وشعرك وسوف تنتج وسوف تصبح صاحب عمل. أنا هذا الذي عملته حقيقة، كنت أحب التجارة جدا فاشتغلت فيها، وبالتأكيد فشلت كثيرا وخسرت كثير، أجمع أموال أشتغل فيها وأخسرها، لكن أستمر والحمد لله نجحت. وبعدين جاءني بعض المستثمرين يطرقون بابي من غير أن أطلبهم، ويعرضون علي أن يعطوني أموالهم ليستثمروها، والحمد لله استمرت الرحلة في هذا العمل كثيرا. لذلك أنا أنصح كل الشباب، إذا كنت طموحا وإذا كانت عندك هواية معينة استغلها واعمل فيها وستصل إلى مبتغاك. نصيحة ثمينة دكتور، أشكرك عليها. للحديث بقية معكم الله. إن شاء الله دكتور عبد السلام صبار زبير، بعد فاصل قصير نستأنف حديثنا فيما تبقى بحول الله، فتفضلوا بالبقاء معنا. تحية لكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى هذه الحلقة على ضوء القمر، نجلس ونتحدث مع ضيفنا الدكتور عبد السلام صبار زبير، رئيس اتحاد الجاليات العربية في تركيا، رئيس الجالية العراقية في تركيا، وهو أيضا رئيس الاتحاد العالمي لرجال الأعمال العراقيين. مرحبا فيك دكتور معنا في هذه الحلقة. ندخل إلى الحديث عن اتحادات دكتور. نعم. يعني يبدو أن لديك إيمان حقيقي بأن في الاتحاد قوة كما قال أجدادنا يعني. نعم. وضربت الأمثال في ذلك كثيرا في موضوع الاتحادات، لكن نحن أيضا كما أن هناك تجربة لبعض الحركات الإسلامية التي تفضلت عنها بأنها قوية في النخب ولكنها ضعيفة في العامة، أيضا مسألة الاتحادات تثير دائما سؤال عن مدى نجاح هذه الاتحادات حقيقة، وهذا استباق طبعا للسؤال عن طبيعة هذه الاتحادات وخاصة اتحاد الجاليات العربية في تركيا. تركيا ساحة مهمة لكل العرب ولمختلف دول العالم، أصبح فيها جالية كبيرة جدا عربية من مختلف الجنسيات، وكان لابد من إنشاء هذا الجسم. هل تحدثنا عنه أكثر؟ حقيقة أنا دائما أقول الشجرة المثمرة تبدأ من بذرة صالحة. نعم. أنا يعني قدومي إلى تركيا من سنين بسيطة، ما صار لي شيء فترة بسيطة جدا، وجدت حقيقة على سبيل المثال الجالية العراقية غير متشكلة. العراقيين عددهم هائل في البلد، وهم حقيقة جالية محترمة ومثمرة وعاملة ولها احترامها وتقديرها من الجانب التركي كذلك، لكنها غير متشكلة بصيغة طيبة. فاجتمعت مع بعض الكرام من الأخوة العراقيين التجار والمثقفين، واتفقنا على إنشاء اتحاد الجالية العراقية. هو ليس الاتحاد الوحيد، بل هو أحد الاتحادات موجودة، موجود كثير من الجمعيات التي تهتم بالشأن العراقي، لكن نحن أيضا أردنا أن نبسط أيدينا في هذا المجال ونمد أيدينا لإخواننا العراقيين حتى نكون جسر للتواصل بينهم وبين الجانب التركي، محاولين تذليل الصعاب التي تواجههم. بعد إنشاء هذا الاتحاد عرض علينا الانضمام إلى اتحاد الجاليات العربية، وهو اتحاد منشأ من سنين طويلة. فالحمد لله يعني انتظمنا لهم، وأصبحت أنا ممثل للجالية العراقية في اتحاد الجاليات العربية. كان الاتحاد لما انضممت إليه كان يضم فقط 4 أو 5 جاليات عربية، ثم بعد سنة من انضمامي تم انتخابي رئيسا للاتحاد. منذ تسنمي الرئاسة وجدت أنه علي أمانة كبيرة في عنقي أن أحاول أن أجمع شتات أكبر عدد من العرب المتواجدين على الساحة التركية. الحمد لله الآن تقريبا عندنا 12 دولة في اتحاد الجاليات العربية، من بينهم طبعا المغرب
وليبيا ومصر والعراق وسوريا وموريتانيا وأريتريا والصومال وهكذا، آسف إذا يعني خرجت من بالي بعض الدول. هذه الدول يمثلها سواء جمعيات أو جاليات داخل الاتحاد، وفتحنا فرع في أنقرة ممثل باتحاد جالية عراقية واتحاد جالية العربية أيضا نشط جدا في التواصل مع الجانب التركي. هذا الاتحاد حقيقة كان له أثر رائع جدا في تعريف الجانب التركي بالعرب. العرب في أكثريتهم جاء إلى هذه البلد مستثمرين أو علماء أو طلاب دارسين أو متقاعدين، لن يجيئوا إلى هذه البلد عالات أو لاجئين أبدا، جاءوا ناس أصحاب كفاءات. حاولنا أن نفهم هذا المفهوم للجانب التركي والحمد لله تفهموا جدا. حاولنا تذليل بعض المصاعب خاصة في موضوع الإقامات، في موضوع الشكاوى التي تأتي منها وهناك. مارسنا دورنا كعرب في المجتمع التركي من خلال حملات لجمع التبرعات، للتبرع في الدم، عملنا كذا حملة، يمكن 6 أو 7 حملات العرب يتبرعون بالدم إلى الجانب المستشفيات التركية تحت شعار دم واحد، وحملات أخرى لمساعدة الأيتام والفقراء في البلد، وآخرها طبعا كانت كارثة الزلزال كما تعرف. نعم. كان الاتحاد الجالية العربية حقه دور بفضل الله سبحانه وتعالى مشرف، وهذا حقيقة من واجبنا، دولة استضافتنا وقدمت لنا اليد البيضاء فيجب أن نقدم لها القلوب البيضاء كذلك. حثينا جميع الجاليات أن تقدم ما تستطيع لدرء بعض مصاعب الكارثة التي حدثت في الزلزال. نعم. الجالية الليبية جزاهم الله خير سيروا قوافل رائعة إلى الجنوب التركي، وكذلك الجالية المصرية كذا قافلة، والجالية العراقية والجالية السورية والجالية الموريتانية ما شاء الله تبرعات هائلة. الحمد لله الكل اجتمعوا لتذليل هذه السحاب، لرد بعض الجميل لهذا البلد الجميل. نعم، هذا أمر طيب، لكن هل هذا الاتحاد يعني أصبح يتشكل بقوة الآن، وهناك كما تفضلت مجموعة فعاليات، هل من المتوقع أن تزداد هذه الفعاليات وتزداد العلاقة القوية مع الجهات التركية؟ لأنه تعرف في سوء فهم حصل في محطات معينة بين الأتراك وبين بعض الجاليات، يعني في نظرة سلبية أحيانا بتكون، فهل تجاوزتم هذه المسألة؟ بشكل كبير لا زال، طبعا لا زال هناك سوء فهم، لا زالت هناك بعض العقبات، ولكننا نعمل من خلال الحوار، من خلال اللقاءات. التقينا بجهات كثيرة، التقينا بوزارة الداخلية، وزارة العدل، بدائرة الهجرة عندنا غرفة عمل دائمة للإنقاذ، أي مشكلة تصير عندنا أبوابهم مفتوحة، قالوا تفضلوا بأي لحظة أي مشكلة نحضر لهم الفايلات، والحمد لله إذا كان ضمن القانون ما ردونا أبدا. الدلالة على يعني ثمرة الاتحاد وضرورة الاتحاد وضرورة ديمومة الاتحاد أنه بدأ ب3 أو 4 دول الآن 12 دولة، بل الآن من جهات تركية ومن جهات أجنبية يطرقون أبوابنا يطالبون أن نوسع عمل الاتحاد ويصبح اتحادا إسلاميا ليضم دول إسلامية، وهذا ما سنقوم به بإذن الله تعالى بعد رمضان. النية أن ننشئ اتحادا جديدا، اتحاد الجاليات والجمعيات والمنظمات الإسلامية، كما تعرف في تركيا هناك كثير من الدول الإسلامية موجودة هنا، فنريد أن أيضا نشملها في اتحادنا، ويكون لهم يد بيضاء لخدمة هذا المجتمع ولخدمة جالياته. جميل. هذه الاتحادات الموجودة العربية كما تفضلت يعني هي اتحادات ناجحة، ويعني لديها أعمال ولديها علم ولديها أموال وتعمل في هذا المجال، وهناك دائما كانت مشكلة تقع بسبب الفرق في اللغة والثقافة وعدم القدرة على هضم وفهم العقلية التركية، وبالتالي حصلت إشكاليات مع بعض الجاليات. كيف تحاولون التغلب على هذه النقطة بالذات، مسألة أن تكون هناك دائما تعريف بشكل بسيط وميسر لبعض القضايا المهمة لهذه الجاليات أو للعاملين فيها من أجل أن يتجاوزوا المشكلات التي يقع فيها معظم الناس؟ بعض الناس يأتون يبدأون بالأعمال وتحصل لديهم مشاكل لأنهم لم يطلعوا جيدا على الأوضاع هنا. تمام، أكيد هذا نحاول بإمكانياتنا المتواضعة. عملنا عدة دورات وعملنا ملتقيات، عملنا أفطار رمضان مثلا، عملنا لقاءات موسعة نحاول أن نشرح لمن يأتي
ما هي طبيعة الاستثمار في تركيا، ما هي طبيعة العادات والتقاليد في تركيا. نحن ضيوف هنا، فمن واجبنا أن نعرف العادات والتقاليد ونحترمها ونلتزم سلوكها. الأجنبي أو العربي خاصة لما يأتي ربما عنده عادات وتقاليد تختلف، وهو من حقه، لكن من حق المجتمع المضيف أن يحترم وأن تلتزم حدوده وقوانينه. فمن خلال لقاءاتنا ومؤتمراتنا اللي متعددة حقيقة نحاول أن نشرح هذا الموضوع. كذلك عندنا موقع إلكتروني وعندنا صفحة على الفيسبوك، نتلقى الكثير من الأسئلة من العرب المتواجدين على الساحة التركية، ومن خلال برنامجكم هذا أيضا أدعوهم، أي عربي متواجد في الساحة التركية يريد أن يستفسر عن أي شيء سواء الإقامات أو الجنسية أو الاستثمار ممكن أن يراسلنا، ونحن على أتم الاستعداد أن نقدم له هذه الخدمة، وهذا من سعادتنا، أن هذا هو حقيقة دور الاتحاد. نعم، تحدثت في البداية عن الجارية العراقية على وجه التحديد، وقلت هناك أكثر من جسم يمثل الجارية العراقية، أكثر من جمعية بهذا الاسم، وهي جالية كبيرة وموجودة بقوة في, 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 في تركيا بحكم الجيرة طبعا طبيعة الحال والتاريخ المشترك. هل تحدثنا أكثر عن هذه الجارية، عن مشكلاتها، عن طموحاتها، عن أمالها؟ الجالية العراقية أستاذ هي من أقدم الجاليات حقيقة على الساحة التركية، مثل ما تفضلت، بسبب الجيرة وبسبب أيضا وجود العنصر التركماني في العراق، فهم موجودين هنا سواء مستثمرين سواء طلاب سواء مقيمين، وهم أداة مهمة في البلد. كذلك الجانب التركي حقيقة يعطي للجالية العراقية اهتمام واحترام خاص، موجودة من أكثر من 40-50 سنة، لكن قلت حقيقة لم تشكل بطريقة جيدة لتقدم نفسها، وهذا ما نحاول نحن الآن من خلال هذه الجمعية، جمعية اتحاديات عراقية، أن نقدم الجالية العراقية بصورة وضاءة طيبة بما تستحق حقيقة من إمكانيات والمكانة، وهذا هو دورنا. جميل، نتمنى لكم التوفيق بطبيعة الحال. شكرا. دكتور، يعني كما تفضلت كان لكم جهود في تخفيف أثار الزلزال الأخير، ودائما هناك جهود أخرى أيضا في التقرب أو يعني تمتين العلاقات مع الأتراك، وهذا الشيء يشكر لكم. بالنسبة للاتحاد العالمي لرجال الأعمال العراقيين، متى أنشئ هذا الاتحاد؟ هذا أنشئ منذ سنتين، كان الهدف منه حقيقة بعد ما اجتمعنا مع بعض الأخوة التجار العراقيين الموجودين في تركيا، قالوا نحن عندنا في كل بلاد العالم تجار عراقيين، لكن ليس لنا هناك خطوط تواصل معهم، فلماذا لا ننشئ اتحادا لرجال الأعمال العراقيين في العالم حتى يكون هناك تواصل، حتى هناك يكون هناك تفاهم. أنا لما مثلا أسمع هناك معرض تجاري في أمريكا وأريد أن أذهب، ما عندي تفاصيل عنه كثيرة، لما أعرف أنه عندي في اتحاد، عندي أعضاء بالاتحاد في أمريكا، ممكن أتصل بهم يقدمون لي المعلومات ويذلون لي المصاعب. لما أحتاج بضاعة من الصين بدأنا أكون هكذا تائه، عندي تجار عراقيين في الصين، من خلال الاتحاد اتصل بهم ويعطوني المعلومات. الحمد لله اجتمعنا واسسنا الاتحاد ودعونا الجمعيه العموميه، وحضر عندنا تجار عراقيين من داخل تركيا ومن العراق ومن قطر ومن عمان ومن امريكا ومن بريطانيا ومن السويد ومن يعني دول اخرى لا تحضرني الان، من الدنمارك كذلك، ولازلنا في طور طبعا توسيع الدائره لتشمل كل دول العالم. نحب ان ناتي بكل تجار العراقيين الموجودين في العالم، نأتي بهم ليكونوا أعضاء في هذا الاتحاد الذي مقره اسطنبول، وهو طبعا اتحاد مؤسس منظم حاصل على موافقة السلطات التركية في هذا الشأن. وكذلك من خلال برنامجكم أدعو جميع التجار العراقيين المتواجدين في العالم لينضموا إلى الاتحاد، ليكون لهم دور في التعريف بالتاجر العراقي، وكذلك تذليل صعابهم في التواصل مع بعضهم البعض. نعم، ولديكم أمل أن يكون هو يعني فعلا جسم يمثل المجموعة الكبيرة من التجار العراقيين في مختلف دول العالم، وهذا الذي حاصل. نعم، بالتأكيد هذا حاصل. نعم، على يعني في صدد الدعوة إلى مؤتمر عام في تركيا، ثم من ضمن خطتنا نعمل معرض سنوي للمنتجات أو للتجار العراقيين في العالم، يأتون إلى تركيا ليعرضوا منتجاتهم في كل في بلده، الذي عنده صناعات والذي عنده تجارة والذي عنده خدمات لوجستية تعرض ويتعرف بعضهم على بعض. نعم، هذه المجالات التي يعمل فيها التجار وتعملون فيها بشكل عام، بشكل عام دكتور عبد السلام، هل أنت تختار يعني أو كيف يقع اختيارك على مثل هذه الأفكار أو مثل هذه الأعمال التجارية التي تقوم بها؟ سمعت أنه من مشاهداتك في بعض الدول تخطر في بالك مشاريع كبيرة،
يعني مثلا تذهب إلى دولة تجد أنهم يستخدمون طريقة ما في 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 علاج مرض ما. نعم. تذهب إلى دولة أخرى فتجد أنهم لديهم أسلوب معين في كذا، فتتكون لديك مشاريع. نعم. أو أفكار لمشاريع، وتقوم أنت بترويج هذه الأفكار التي تقتنع بها. فهذه خبرة تراكمت بفعل الزمن وبفعل كثير من التجارب التي مررتم بها. نعم. من اللطائف على رد على سؤالك، أنا شركتي في تركيا اسمها ايدياز، يعني أفكار. فأنا مولع بالأفكار حقيقة. نعم. سبحان الله. نعم. مولع حقيقة بالأفكار. دائما أنتج أفكارا جديدة، وهي أيضا دعوة لكل مستثمر عربي على امتداد الوطن العربي أو على امتداد العالم، إن كان يبحث عن أفكار جديدة في الاستثمار ممكن أن يتصل بنا، وبإذن الله تعالى سنعاونه بدون مقابل. أفكار كثيرة في أبواب الاستثمار، ومن ضمنها حتى موضوع الاتحاد حقيقة ليست يعني من أفكاري فقط. نحن نجتمع مع الأخوة ونتشاور، والشورى دائما تولد أشياء خلاقة وعظيمة. نعم نعم. موضوع الأفكار اليوم والاستفادة، دكتور، الإنسان تأتيه أفكار كثيرة وتكون لديه الرغبة، ولكنه يفتقر إلى الشجاعة والجرأة اللازمة. نعم. والشغف الذي تفضلت به في البداية، وهذا الافتقار، يعني كيف ينمي الإنسان في نفسه هذا الشيء؟ يعني لو كان هناك رسالة للشباب الآن استكمالا للرسالة الأولى. تمام. اللي تفضلت فيها، كيف ينمي الإنسان في نفسه؟ بعض الناس تقول لك أنا إذا تركت الوظيفة مثلا، أو لم أبحث عن وظيفة وذهبت إلى السوق قد أتعثر، تواجهني مشاكل وكذا وكذا. حتى هذه العلاقة بمعتقداتنا كمسلمين، إحنا أعمارنا وأرزاقنا بيد الله عز وجل. نعم. يعني ولذلك إذا ذهبت إلى السوق وعملت سوف يعني ترزق إن شاء الله. كيف يتحصل الإنسان على الشغف والجرأة والشجاعة لافتتاح أي مشروع أو العمل في هذا القطاع الواسع؟ نحن نتحدث عن عالم مفتوح اليوم. أكيد. أنا ممكن على عجالة، وإحنا في هذا البرنامج السريع، ممكن ألخصها في نقطتين. الأولى، اكتب أي فكرة تخطر ببالك. لا تتركها هكذا سائبة، اتركها قلم ورقة، سطرها عندك، قيدها، خليها عندك مذكراتك، سترجع لها يوم ما. ثانيا، هناك كتاب مشهور في المكتبات جميل جدا اسمه أغنى رجل في العالم، وهو يتكلم عن الحضارة البابلية وعن رجل الغني في بابل وكيف أنشأ ثروته. الفكرة جدا جدا بسيطة، هو يقول إذا كنت أنت موظف الآن وتخاف أن تخرج من عالم الوظيفة لئلا تفلس، وهذا طبعا عقائديا غير جيد، لكن لو كان هذا موجود، فهو ينصح أن يجب كل شهر تختزن جزء من مرتبك. لو أنت تأخذ 1000 ليرة خلي 10%، 100 ليرة هذه جانبك، كأنك أنت تستلم 900 ليرة. لا تقول أخذ 1000، لا قل أنا 900 ليرة، هذه تجنبها. هذه إحدى طرق الثراء السريعة، هذه لبنة وخمرة نسميها للدخول في عالم الأعمال. خذ جزء كل شهر، جزء من مرتبك اتركه على صفحة، وكأنك ما ليس عندك موجود، حتى يتكون عندك رأس مال تدخل به مشروع صغير جدا إلى جانب وظيفتك. هذا سينمو، ثم لن تجد إلا وقد صارت عندك الشجاعة لتترك الوظيفة. خلص، هذه المشروع الصغير نما أفضل من الوظيفة. هذه حل سريع سحري. نعم. هذا الحل السريع السحري، لكن هناك مشاكل كثيرة قد تواجه الإنسان وتحديات، كيف يتغلب عليها الإنسان سواء على مستوى العمل التجاري. نعم. والعمل الحر، أو على مستوى الحياة الشخصية من خلال التجارب التي خطموها في الحياة، كيف يتغلب الإنسان على هذه المشكلات والتحديات؟ الحياة كلها صعوبات، الحياة كلها مشاكل. قال العلماء الذي يمشي في هذه الحياة ويسير فيها سيقع، الشاطر والمنتج هو الذي يقوم من وقوعه، لا يبقى واقعا، ينهض ويستمر. إذا عنده شجاعة أن يستمر، يفشل ويستمر، يعني يجب أن يعرف أن بعد الفشل لابد أن يكون هناك نجاح. كل ما يسقط يجب أن يقوم. الفاشل هو الذي الفاشل هو الذي يبقى ساقطا، ويجب أن يكون متفائل دائما، النجاح سيأتي. أجمل ما قرأته في هذه أيام رمضان ونحن نراجع القرآن الكريم، لما أخوة يوسف رموه في البئر، يقول الله سبحانه وتعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يوسف في البئر سيموت، ترك في الصحراء، لكن يوحى إليه ستنبئنهم بأمرهم. متى ستنبئهم؟ بكرة ولا بعد شهر ولا بعد سنة؟ نبئ يوسف بأمرهم بعد 30 سنة، وهو صابر ونجح وصار ما صار، تعرفون في القصة.
فنحن نطلب من الشباب أنه لا تيأسوا، تفاءلوا، وإذا وقعتم لا تبقوا واقعين، قوموا انهضوا وسيروا في الدرب ستصلون إن شاء الله. في سؤال خطر في بالي فيما يتعلق بالجاليات العربية والإسلامية مستقبلا إن شاء الله، كيف يمكن أن تعود الفائدة والثمار على الناس في الجاليات؟ يعني مش كل الجاليات العربية الموجودة أو الإسلامية هي جاليات غنية أو من فئة التجار وما إلى ذلك، هناك بعض الناس أحوالهم يعني صعبة، فهل لديكم برامج خاصة لدعم ومساندة هؤلاء الناس بالإضافة إلى ما تفضلتم به من الأمور الخدماتية، يعني في أمور تشغيلهم في مشاريع مثلا، الإفادة، استثمار طاقاتهم وشهاداتهم الموجودة وخبراتهم؟ كثير من الناس يبحثون ويحتاجون من يقتنص هذه الفرصة. سؤال جدا جميل ورائع وفي مكانه، أشكرك عليه حقيقة، أشكرك أنك ذكرتني. احنا حقيقة أيضا في اتحاد الجاليات العربية مهتمين في هذا الجانب جدا، خاصة يعني اهتممنا السنتين الماضية في ربات المنزل التي يقمن بإنتاج في بيوتهن. في المعرض الأخير لإكس حلال إكسبو استدعينا أكثر من 100 امرأة عربية من جنسيات عربية مختلفة، وجهزنا لهم بوت في المعرض مجاني يعرضن منتجاتهن، هذه التي تعمل إكسسوارات، وهذه التي تعمل كريمات، وهذه التي تعمل مواد غذائية، وعرضنها وباعا وشجعناهن على البيع. والآن في صدد عمل لهن مواقع إلكترونية من خلال اتحاد الجاليات العربية ليتم عرض منتجاتهن وإيصالها إلى المشتري سواء في داخل تركيا أو في الخارج، هذا من ضمن اهتماماتنا. كذلك لنا تعاون حقيقة مع منظمات داخل تركيا، مثل على سبيل المثال عندنا منظمة كور اسطنبول، هي منظمة خدمية عراقية تهتم بالشباب أصحاب المشاريع الجديدة ستارت أب، أي واحد عنده مشروع جديد ممكن أن يتصل في كور اسطنبول، سيحتضنونه ويدربونه لمدة 6 أشهر ويقدمون له كل الخدمات مجانا، ثم إذا كانت فكرته ناجحة سيقدمونه إلى مستثمر يدعمه ماديا. فهذه نعم جيدة جدا، ونحن حقيقة من ضمن اختصاصاتنا ونوسع مجالاتها يوم بعد آخر إن شاء الله. دكتور، بقيت لدينا دقيقة واحدة دكتور، بماذا تحب أن تختم في هذه الدقيقة بعد هذه الجلسة الطيبة معكم في على ضوء القمر العراقي الذي أصبح قمرين في هذه الليلة بصحبتكم الكريمة؟ تفضل في رسالة أخيرة إن أحببتم. ما أحب أن أقوله أن هذه الأمة فيها الخير الكثير، هذه أمة محمد، ونحن في شهر الخير وفي شهر القرآن في هذه الليلة الجميلة، أقول أمتنا أمة جميلة، أمة معطاءة، لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا. أنادي جميع الشباب في الوطن العربي، اعملوا لا تيأسوا، والله إن الخير قادم، والله لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ستنتصر الأمة، ستنتصر والشباب سينتصر، ومشروعك سينجح، وأهدافك الطموحة ستحقق. لا تيأس. أنا أدعو كل الشباب أن يكونوا متيقنين بالله سبحانه وتعالى، أن يكونوا متيقنين أنهم قادرين على أن ينتجوا. لا تحقرن من المعروف شيئا، قدم ما تستطيع أن تقدمه وسترى النتائج مبهرة، وسترى الله سبحانه وتعالى يبد لك يد العطاء، وإذا أعطى الله سبحانه وتعالى عطاءه يذهل. نعم. وهذا ما أقوله. أشكر دكتور، والله أنا سعيد بسماع هذه الكلمات، يعني ختامها مسك بكلمات طيبة مليئة بالتفاؤل والإيجابية. نتمنى لكم التوفيق والسلامة دائما دكتور عبد السلام صبار زبير، رئيس اتحاد الجاليات العربية في تركيا، رئيس اتحاد العالمي لرجال الأعمال العراقيين، وكذلك رئيس الجالية العراقية في تركيا. شكرا لك دكتور، كل التوفيق لك إن شاء الله. شكرا لك ولكل عاملية معك في هذه القناة الطيبة المباركة. شكرا جزيلا. أما أنتم فنشكركم جزيلا أعزائنا المشاهدين يا من كنتم معنا في هذه الحلقة من على ضوء القمر، نسأل الله لكم إن شاء الله القبول في هذا الشهر المبارك، ونذكركم دائما إن تنصروا الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.